بعض الناس الموفقين يعني ما تمشي معه لكن مو حافظ غير حافظ، فيشعر ان في شيء غلط، فالمدرس قرأ آية وأخطأ فيها. وكان عندهم الموجه كان موجود هذا المفتش والموجه، فصاحبنا هذا شاب صغير، فلما قرأ المدرس الآية، هو مدرس لغة عربية، فقال يا أستاذ الآية غلط. قال نعم، قال الآية غلط. قال كيف غلط؟ الآية غلط اللي قريتها غلط. تدخل الموجه فقال لحظة ايش غلط؟ قال غلط الآية اللي قالها غلط. قال شنو صح؟ قال انا ماني حافظ بس غلط. فخرج واحد جاب مصحف، فتح المصحف طلع الآية غلط فعلا. فالموجه بكحلها عماها، جاء لها قال له ما شاء الله انت من تحافظها؟ قال انا لا احفظها. قال كيف عرفت انه غلط؟ قال ما دخلت. ما مشت معاي. فقال يا ابني انت عندك موسيقية.